السلام عليكم طلاب، هذا هو الجزء الثاني من المحاضرة التوضيحية Frequency Distribution. هذا راح ناخذ بالجزء الثاني Graphical Representation of Frequency Distribution. هناك أربع رسومات يمكن أن نشرحها. نبدأ بالأول اللي هو المضلع التكاري اللي هو الهستوغرام، واللي يمثل العلاقة ما بين الكلاس باوند اللي هو يمثل المحور الأفقي، بينما الفريكونسي راح يمثل المحور العمودي. حسب المثال اللي شرحناه راح نحاول ايضا نرسمه. هاي نجي بالبداية نرسم المحور، هذا هو المحور، هذا الأفقي. الآن المحور العمودي، نجي على المحور العمودي، نحاول انه نعدل، اوكي، نوصله هنا. هاي المحور، هذا شو راح يمثل بالنسبة لنا؟ راح يمثل كلاس، اوكي، باوند، وهذا بالنسبة لهنا. هذا راح يمثل لنا هنا حيكون الفريكونسي، اوكي. هسه راح نجي نمثل النقاط. شو نجي نمثل النقاط؟ اول شيء خلينا نبدأ بالسهل. السهل اللي هو عبارة عن الفريكونسي. الفريكونسي حسب مالتنا هو من يعني 15 كانت اعلى قيمه و4 والى اخره، فاذا نقدر نبدي من هنا. طبعا هو من هنا حتكون قيمه الصفر. هنا اذا نسويه كتحديد مضبوط، خلينا نقول هنا خلينا نقول راح تكون اول قيمه، خلينا نعدل، اوكي، هاي خلينا نقول 5، هاي هنا راح تكون 10، خلينا نقول 15، وهنا العشرين. فإذا 5 10 15 20. نجي هسه بالنسبة للمحور الأفقي اللي مثلنا اللي هو الكلاس باند. طبعا الطلاب شو نبدي الرسمة هنا؟ احنا قلنا هو يمثل الكلاس باند، معناته لازم ناخذ القيم اللي بالكلاس باند. من نتذكر القيم الموجودة بالكلاس باوند اللي استخرجناها طبعا بالمثال السابق، كانت هاي كانت القيم اللي مثل ما تشوفوها أمامكم. تبدأ القيمة الأولى ب 662.5، تنتهي ب 675.5، ثم تبدأ الفئة الثانية بالقيمة 675.5 إلى 688.5. إذا احنا ايش قلنا؟ إذا هناك نقطة كأنها مشتركة اللي هي 600، اللي هي 675.5 مع 675.5 بالنسبة للفئة الأولى والثانية، و 688.5 مع 688.5 للفئة الثانية والثالثة، وهكذا. فبالتالي إذا نحددها، أفضل بالبداية نترك مسافة. طلاب نترك مسافة، هاي المسافة اللي نتركها من هنا إلى هنا، هاي شو تمثل طلاب؟ لتمثل الكلاس ودث اللي هي شقد قيمتها؟ قيمتها 13. من هنا راح نبدي نرسم الهستوغرام. من هنا راح نبدي بأول نقطة للهستوغرام. النقطة الأولى ها هي حددناها. نيجي طبعا أيضا لازم نترك شقد ما قيمتها 13. ما نترك شقد ما قيمتها 13 ما بين النقطة الأولى اللي هي شقد تمثل لي للطلاب، اللي هي 662.5، ويا من مع النقطة الثانية اللي هي هاي، لنفرض هاي 13، لنفرض انه هاي المسافة كانت ايش قد 13. هنا ايش قد راح تنتهي ب 675.5. نجي نحدد النقطة الثالثة اللي هي هنا. هاي النقطة حسب هذا الحكي مالتنا ايش قد راح تكون؟ راح تكون المفروض 688.5. اذا بس خلي نوخر المسطره حتى نقدر نشتغل على راحتنا. فاذا هنا حتكون 688.5. احنا يعني كانه افترضنا انه رتبناها على هالاساس. هنا ايش قد؟ 675.5. هاي هنا كانت 662.5. لنفرض النقطة الأخرى هي هنا اللي هي عبارة عن 701.5، أوكي، 701.5، هنا 714.5، هنا راح تيجي 727.5، 727.5،
راح يجي وراها 740 740 ونصف. اوكي نمد الخط شوية او لا. اوكي هسه كأنه احنا حددنا النقاط على المحور الافقي والمحور العمودي، محور العمودي والمحور الافقي. اوكي ولو ما حددناها نعيد ونتذكر شغلة، ايش قد المسافة ما بين كل نقطة واخرى هي عبارة عن الكلاس ويدث اللي هي قيمتها ايش قد، اللي هي قيمتها 13. اوكي هسه راح نجي نرسم اول رسم اللي هو الهستوغرام. نجي نرسم هسه اول رسم، نحاول نرسمه. شلون نجي نرسمه؟ النقطة طبعا الأولى هي منين بدت؟ هي 662 ونصف إلى 675 ونصف، يقابلها أربعة، يقابلها أربعة فريكونسي. فإذا تقريبا إذا بدينا من هنا، ها هي من هنا هنا، أوكي هذا هاي خلصنا الأول. الثاني كان من 675 ونصف إلى 688 ونصف، إلى 688 ونصف. نبدأ الآن بالنقطة الثانية اللي هي من 675 ونصف إلى 688 واللي تمثل الفئة الثانية. أوكي فمن نجي طبعا ايش قد كانت؟ كانت عبارة عن 10، فهاي هي العشرة. أوكي نحاول نوصل ويا الثانية. أوكي نحاول نوصلها. هسه نجي اللي بعدها من 701.5 إلى 714 ونص اللي هي كانت 15، نوصلها 15 هاي هي. ومن ثم اللي بعدها بعدها كانت 11 بستة مثلا هسه هنا أنا. اوكي 11 ومن ثم بستة هكذا انهينا الرسم الاول اللي يمثل الهستوغرام. اوكي هسه الريد الثاني اللي هو البوليجون. البوليجون حتى اقدر استخرجه هو جدا بسيط. الشغله اللي حنسويها بالبدايه نقسم قيمه، هسه هذا هو مثل ما قلنا هذا شيء يمثل هذا الهستوغرام حتى ما ننساه ونسجله. هذا سوري بدي تكتب هاي المنطقة. اوكي هذا بالنسبة الأول. هسه إذا أريد أرسم ما يعرف بـ Frequency Polygon شو هسوي؟ أول شيء هو شيء مثل، هو مثل علاقة ما بين الكلاس مارك، انتبهوا هنا كلاس مارك ويا من مع الفريكونسي. يجب بالبداية أن نحدد نقاط، نقاط تقاطع ما بينها وما بين المحور الأفقي، يعني الفريكونسي مع المحور الأفقي. خلينا نقول هي هاي محاور نقاط التقاطع، هذا هسه هاي نقطة اللي هي كأنه قيمتها صفر، وطبعا وهنا النقطة الثانية اللي أيضا قيمتها صفر، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، إيش قد قيمة الكلاس باوند؟ إيش قد قيمة الأفو كلاس ويدث؟ الكلاس ويدث قيمته كانت هي عبارة عن 13، راح نقسمه على 2، راح نقسمه على 2، فش راح يصير 13 تقسيم 2، 13 تقسيم 2 حيطلع لنا 6.5. اوكي هاي 6.5 شنو الغرض من عندها؟ الغرض من عندها انه اجي على كل مضلع من مضلعات الهستوغرام زين، وش اخلي بيها؟ اخلي هنا اقسم هنا هي 6.5، هاي قلنا 13، احنا قلنا كل واحدة من هذول هو عبارة عن 13، بحيث نخلي هسه هنا 6.5 6.5 هسه هنا هاي نقاط المنتصف، لأن عند التسقيط عند التسقيط هسه من اجي اسقطها عند التسقيط ايش راح يصير عندي؟ هسه اذا سقطت هاي النقاط حتظهر لي هنا
النقطة اللي تمثل لي الفريكونسي اللي هو كلاس مارك اللي هو هنا ايش قد المفروض 606 609 و60. نفس الحالة راح نسقط هنا حتكون اللي هي 682. هذا هنا راح تمثل لي 695 عند التسقيط. وطبعا هاي النقاط هي بالأصل شو تمثل؟ هاي النقاط تمثل كلاس مارك. اوكي، ورا ما كملت خلينا نقول تحديدها والتسقيط مالتها، اجي اوصل بيناتهم بخطوط مستقيمة واوصلها لهاي النقطة. اذا هذا شاح يمثل لي، اذا هسه هنا هذا هو عبارة عن frequency polygon. اوكي، هذا الفريكونسي بوليجون. بالنسبة للكيرف، فريكونسي كيرف هو نفسه الفرق انه هنا ما بيناتهم انه لازم شو تكون خطوط متقطعة، هو نفسه وتكون فقط عبارة عن خطوط متقطعة ونوصل ما بيناتهم. اوكي، طبعا هذا كان الرسم الخاص بالمثال اللي تم شرحه بالمحاضرة الأولى. أوكي، عندكم طلاب من الـ Example 2 بالمحاضرة اللي تم موجودة بالملزمة، عندكم الـ Example 2 اللي هو Complete the Following Frequency Distribution Table. هذا مين متكون ونتذكره كان كالتالي. أول شيء شنو عندي؟ عندي الكلاس ليميت، كلاس ليميت، اوكي، وايضا عندي كلاس باوند، وعندي المارك، وعندي الفريكوانسي. هذا مجهول، بس هو ايش منطيني؟ هو منطيني التالي، منطيني بالكلاس مارك ان القيمه هي عباره عن 3 عدد صحيح 2 1، ومنطيني هنا فريكونسي. أول شيء خليني أكتب لي فريكونسي حتى أسا أقول لكم ليش. عندي هنا 3 6 15 17 6، وأيضا للثلاثة، لأن أنا من خلال الفريكونسي حأعرف إيش كم كلاس مارك أو إيش كم فئة موجودة عندي. فعندي 1 2 3 4 5 6، فإذا هسا خلي أسجلهم لأن حتى أفهمكم في الشغلة. فإذا هنا 1 2 3 4 5 6. اوكي، نجي هسه نكمل. منطيني انه انت عندك ككلاس مارك الفئة الاخيرة هو عبارة عن 3 عدد صحيح و 36. زين، نجي هسه نريد نحل. حتى اقدر احل اول شغله لازم اعرف انا ايش كم قيمه المفروض موجوده عندي بالسؤال. شلون اعرفها؟ الخطوه رقم 1، اجمع الفريكوانسي الموجود، اجمع الفريكوانسي الموجود ها هنا، حاصل جمعه هو 50 قيمه. هذا بايش يفيدنا؟ حتى نتاكد انه عدد حدود الفئه راح يتراوح من 5 الى 10 صفوف. اوكي، هاي هسه الخطوة سويناها. هسه الخطوة اللي بعدها حنشوف ايش راح نستفاد من معطيات السؤال. حسب السؤال الموجود امامنا، اني المعطيات عندي فقط للفريكونسي وكذلك ايضا عندي المارك. راح نجي من خلال هذا المارك راح استخرج الكلاس ويدث. فكلاس ويدث هنا ايش راح يساوي لي؟ حيساوي لي القيمة الكبرى للكلاس مارك اللي هي 3 عدد صحيح و36 ناقصا 3 عدد صحيح و21. حنقسمها على عدد الفئات اللي احنا قلنا هنا هو مقسم من 5 الى 10، فراح تكون هنا القيمة الاولى اللي هي ايش قد؟ 5. حاصل القسمة راح يكون 0.03. اذا هسه هنا احنا استخرجنا قيمة الكلاس
width. اوكي نكمل. وراها شو راح نستخرج؟ طبيعي الكلاس انر فول، فلهذا راح نقول نانا كلاس فول يساوينا اللي هي الكلاس ويدث ناقصا 0.01 اللي هو شي يمثل ال1 يونت. طبعا شلون عرفنا ان ال1 يونت قيمته 0.01؟ لان نرجع على الكلاس مارك، من خلال هذا الكلاس مارك انا استطعت ان استخرجه، لان انا شنو عندي؟ ايش قلنا احنا؟ هذا يمثل 0.01، مفهوم طلاب؟ نجي نكمل. اوكي هسه انا استخرجت هاي القيمة، هسه اوكي نجي نطبق ونستخرج القيم المجهولة الموجودة هنا. طبعا اكيد راح نبدي بمن؟ راح نبدي بالكلاس مارك، نستخرج قيمة الكلاس مارك. راح نستخرج القيمة الثانية للكلاس مارك. شلون اجي استخرجها؟ انا بالاصل مستخرج الكلاس ويدث، اجمع الكلاس ويدث ويا من؟ ويا القيمة الأولى، فلهذا ثلاثة عدد صحيح. ثواني طلاب. ثلاثة، آسف آسف آسف، خليني نكتبها بغير منطقة ونجي بس نكتب الناتج. فلهذا القيمة إيش راح تصير؟ ثلاثة على الصحيح 2.1 زائدا الكلاس ويدث اللي هو 0.03، إيش راح ينطينا؟ راح ينطينا 3 عدد صحيح و24. هاي ايش راح تمثل؟ راح تمثل لي القيمة الثانية بالكلاس مارك، فنجي نثبتها، هنجي نثبتها بها. فبنجي نريد هسه نثبتها حسب مالتنا السؤال. اوكي نريد نثبتها، هي 3 و24. سبحان الله ما تريد تكتب في هذا المكان. اوكي يعني تقدم هو حلو بس ايضا بمشاكله. هاي القيمه الثانيه اللي هي 3 على الصحيح و24. سامحوني ما قاعد تطلع الكتاب في بعض الأحيان زينة. أوكي سنطلع القيمة الثالثة اللي هي مقابل هنا 3، راح نجي هنا حصير المفروض أيضا راح نجمع 3 و24 ويا من؟ ويا الكلاس ودث، فش راح يطلع عندنا 3 على الصحيح نضيف ل 0.03 حيطلعوا 27. هسه بالنسبة للقيمة الرابعة ايضا نضيف هاي القيمه 3 على الصحيح 27 حنضيف له 0.3 حيطلع لنا 33. هنا القيمه الخامسه حصير 3 على الصحيح و33، والقيمه السادسه اذا صحيح حكينا وترتيبنا حيكون 3 على الصحيح و36. اوكي خلصنا هاي المرحله. الافضل هسه الي طبعا اكيد وما عندي غير شيء انه هسه لازم استخرج الكلاس ليميت. اوكي انا شلون اجي راح استخرج الكلاس ليميت؟ اكو قانون بسيط حنطبقه، هذا القانون البسيط حتى استخرجه حنقول الكلاس ليميت شو يسوي لنا؟ اسف هو احنا نستخرج الكلاس ليميت من خلال قانون اللي هو الكلاس مارك. الكلاس مارك يساوي لنا هنا حيصير اللي هو الكلاس انترال اوكي مقسوم على 2 زائد اصغر رقم. نيجي نعوض، احنا اول قيمه عندنا بالكلاس مارك ايش قد كانت؟ 3 عدد صحيح، 3 عدد صحيح و21. نجي نعوضها هنا 3 عدد صحيح و21. نجي على قيمة الكلاس انرفول ايش قد كانت؟ اني عندي طلاب كانت عندي هي عبارة عن
0.02. 0.02. اوكي هنا ايش قد القيمه حصيت هنا 2 ثابته زائد اصغر رقم اللي هو اكس. طبعا هنا هسه 3 اذن 2 1 يساوي لنا 0.01 زائد اكس الى الجهه الاخرى، فاذا الاكس يطلع لنا 3 على الصحيح و20. اذا هاي حتمثل لي الحد الادنى للفئة الأولى، وراح أجي أسجله هنا 3 على الصحيح و20. هسه الموضوع صار سهل بالنسبة إن من يا ناحية أوكي إحنا نعرف كل زين من أنا عندي قيمة الأولى للكلاس ليميت، وأيضا عندي الانترفال مباشرة أجمع معه فراح تعطيني القيمة. وبما أن قيمة الانترفال اللي هو عبارة عن نعرفها 0.02، إذا مباشرة راح نجمعها وراح نستخرج القيمة الثانية اللي هي الحد الأعلى المن الكلاس ليميت، فراح تصير 3 على الصحيح و22. هسه وين نجي؟ نجي نريد نحسب الحد الأدنى للفئة الأولى. شلون نجي تذكرون؟ القيمة العليا للفئة الأولى نضيف لها مقدار الـ 1 يونت. الـ 1 يونت ايش قد؟ 0.01. فإذا هنا ايش راح تصير؟ حصير 3 على الصحيح. طبعا الطلاب يشوفون انه هنا ما قاعد تكتب، يعني هنا هو تصير في الإشكالات بحيث إنه ما تكتب الوايت بورد. 3 يعني للأسف هحاول أكتبها بالجانب هذا الطلاب، 3 حتى هذا الجانب ما تأخذ. سبحان الله. فهنا 3 ثواني طلاب، ثواني إذا أمكن، يعني مشكلة تقنية، مشكلة تقنية. ثلاثة اوكي وش قد حصير؟ واثنين ثلاثة، ثلاثة على الصحيح وثلاثة وعشرين. منين جبناها؟ منين جبناها هاي القيمة؟ مثل ما قلنا الحد الأعلى للفئة الأولى نضيف له مقدار الـ 1 يونت. هذا تعلمناه أيضا بالمثال السابق. اوكي هنا ايش راح اضيف له؟ هنا نضيف له قيمة الـ 0.02 اللي هي ايش؟ شو تمثل طلاب قلنا؟ الانرال. هنا هسه نكمل، هنا معناته اوكي حنضيف له حصي 3 على الصحيح و25. نفس الحالة هذا الرقم راح ينزل لهنا ونضيف له الـ 1 يونت، حيصير 3 على الصحيح و26. 3 على الصحيح و26 نضيف له قيمة 0.02 فيطلع لنا 3 على الصحيح و28، وهكذا بالنسبة لبقية القيم. أما بالكلاس باوند شو كنا نستخرجه؟ هو عبارة عن كلاس باوند ناقص زائد ناقص زائد، يعني نطرح القيمة الأولى المن للكلاس ليميت، نطرح القيمة الأولى الصغرى لكلاس ليميت بمقدار نصف قيمة الـ 1 يونت، ونجمع القيمة الثانية العليا للفئة بالنسبة لكلاس ليميت ويا نصف قيمة الـ 1 يونت. وعلى هذا الأساس هناك احنا حكيناها هذا الحكي
هنا طبعا اول شيء بس خلي نتاكد هنا هو ايش قد حيطلع نصف قيمه ال1 يونت. خلي نجي نحاول نكتبه ايش قد حيكون قيمه ال1 يونت. نصل ال1 يونت ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 0.01. حنقسمه على 2 حيطلع لنا 0.005. نضيف نطرحها من القيمه الاولى للكلاس ليميت اللي هي ايش قد كانت القيمة الأولى 3 عدد صحيح وايش و20 من راح نطرحها من عندها ايش راح تنطيني؟ تعطيني 3 عدد صحيح و195 هاي ايش؟ هاي الحد الأول للباوندر بالنسبة للفئة الأولى. هسا الحد الثاني ايش قد كان؟ كان 3 عدد صحيح و22 نضيف لل 0.005 بيساوي لنا إذا 3 عدد صحيح 2 2 5. نيجي هسه هذا الرقمين نضيفهم مقابل الفئة الأولى بالنسبة للكلاس باوند. فنيجي هنا نضيفهم هنا فيصير 3 عدد صحيح 1 9 5 وهنا 3 عدد صحيح 2 2 5. شو تعلمنا؟ هاي القيمة نفسها تنزل، يعني قلنا هي نفسها حتنزل للفئة الثانية بدايتها حتصير فثلاثة اثنين اثنين خمسة. هنا يعني كان شغلنا حيصير بس عملية الإضافة المن للقيمة العليا للفئة الثانية اللي هي حسب هنا بالنسبة للكلاس ليميت هو ايش قد قيمتها؟ هاي قيمتها ثلاثة على الصحيح وخمسة وعشرين، حصير قيمتها ثلاثة على الصحيح دوت اثنين اثنين خمسة وهكذا بالنسبة لباقي القيم. أرجو طلاب أن نكون وفقنا. السلام عليكم.